لازم يتأهل. صاحبي اللي
انا عايز اعرف حاجه، عايز اعرف حاجه، الناس دي كلها حبايبكم وجايين عشان يدلكم ولا ايه؟ طيب هما قالوا واحنا قلنا وانتوا ما قلتوش، نقول ايه بقى؟ يزور بيت الله اللي جاي جاي قدام العرسان الليله هيقوم يقف على الكرسي بتاع ثواني كده بقى معايا اللي جاي جاي العرسان الليله هيقوم يقف على الكرسي بتاعه 15 على الكرسي بتاعه 20 من الاخر من الاخر عشان لسه حظ حظ يا حظ حظ يا حظ الناس اللي هنا بقى ها قبل ما ينتشوا مني الميه هنا ها ها ما تكسبوناش بقى ما تكسبوناش بقى ما تكسبوناش وهترفع ايدك ربع وهترفع ايدك ربع ادينا ربع ادينا ربع شعب ومش جبان والناس بتاعت الأزمة جدعا كف الدان قوشة بيقول عليك شعب ومش جبان سلام جديد حلو قوي 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 الناس دي زي ما سمرة قالت لكم حبايبكم من غير اي كلام صح بس انا عندي طلبين اتنين طلبين اتنين اللي بيحب محمد صلاح اللي بيمثل مصر في جميع انحاء العالم هيرفع ايده وهو قاعد وهو قاعد ها مية مية طب اللي كبيره ربنا وده الطلب التاني وانا عارف ان مفيش حد هيكسفني اللي كبيره ربنا بس اللي كبيره ربنا بس وبيخاف منه من قلبه هيقوم يقف معانا ربع دقيقة للي خلقه واسمع منا يا رب اسمع
وعملنا يا رب. عايز ايه يا اوشا؟ نعمل ايه تاني؟ ايه تاني؟ ها Yeah.